مدينة يوفالدي صغيرة قرب الحدود المكسيكية تدخل التاريخ، لكن لسبب مأساوي. عملية إطلاق نار في مدرسة ابتدائية حصدت أرواح 19 طالبا وشخصين بالغين فورا. مسؤولون محليون قالوا إن المهاجم قتل الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و10 أعوام قبل أن يقتله أفراد الشرطة. رئيس شرطة مدينة يوفالدي أضاف أن إطلاق النار بدأ في الساعة 11:30 صباحا، وأن المهاجم تصرف بمفرده خلال الهجوم ولم يكن معه معاونون في الجريمة. ويقول المحققون إن المشتبه به البالغ من العمر 18 عاما كان بحوزته مسدس وبندقية شبه آلية من طراز AR-15 ومخازن طلقات ذات سعة كبيرة. وحتى الآن لم تتضح أهداف أو دوافع منفذ الهجوم. حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت أعلن عن هوية المهاجم ويدعى سلفادور راموس، يبلغ من العمر 18 عاما وهو من سكان يوفالدي. ومع هول الصدمة التي اجتاحت البلاد، انكبت السلطات الأمنية على إجراء تحليلات لحسابات راموس على مواقع التواصل الاجتماعي وآخر منشوراته التي قد تقود إلى دليل ما. وقبل ساعات من وقوع المذبحة راسل سلفادور راموس بشكل عشوائي فتاة عبر حسابه على إنستغرام، وقبل ارتكابه الجريمة قال لها: لدي سر صغير، وانتظري الساعة 11:00. وكما ذكرنا سابقا بدأت العملية بعدها بنصف ساعة. صحيفة واشنطن بوست أعطت بعضا من تفاصيل حياة راموس، وقالت إنه عانى من التنمر في المدرسة الثانوية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأثناء ممارسته ألعاب الفيديو بسبب مشاكل في النطق وبسبب لكنته بسبب كونه من أصول مكسيكية، كما أنه ترك منزل والدته بسبب تناولها المخدرات. It's been 3,448 days, 10 years since I stood up at a high school in Connecticut, a grade school in Connecticut, where another gunman massacred 26 people, including 20 first graders at Sandy Hook Elementary School. Since then, there have been over 900 incidents of gunfires reported on school grounds. Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Santa Fe High School in Texas. Oxford High School in Michigan. The list goes on and on, and the list grows when it includes mass shootings at places like movie theaters, houses of worship, as we saw just 10 days ago at a grocery store in Buffalo, New York. I am sick and tired of it. دائما ما تتوجه الأنظار بعد حوادث إطلاق النار الكبيرة للوبي السلاح وأشهر منظماته NRA. وهذا العرض التعريفي عن هذه المنظمة التي زادت الانتقادات لها، خصوصا مع عقد مؤتمرها السنوي في تكساس التي وقعت فيها العملية يوم أمس. مؤيدو الحق
بحمل السلاح يعتمدون على المادة أو التعديل الثاني من الدستور في عدم التراجع عن هذا الحق. فلنتعرف على هذا التعديل أكثر. مجزرة يوفالدي بتكساس لاقت ردود فعل دولية عبرت عن الاستياء والصدمة، نتابع بعضها.